ايه اغرب من انك تبقى ماشي في الشارع عادي مع حبيبتك فتعجبك حاجة تيجي تصورها تلاقي نفسك انتقلت لعالم تاني خالص مختلف عن العالم بتاعك؟ والغريب ان القصة دي حقيقية وحصلت فعلا. الاربع 23 ابريل من سنة 2006 بيظهر سيرجي في مدينة كييف باوكرانيا، وبيبان عليه ان هو مرتبك جدا ومش فاهم ايه اللي بيحصل ولا عارف هو فين، وبيبتدي يمشي يدور على بيته اللي ما بقاش عارف طريقه، وبيبتدي يسأل الناس اللي كانوا مستغربينه جدا شايفينه انسان غريب شكله قديم ولبسه قديم وبيتكلم كمان بطريقة قديمة، لكن هم افتكروه مجرد سايح تايه لان هو كان بيسألهم عن اماكن ما بقاش ليها وجود اصلا. فبيفضل سيرجي واقف في مكانه مش عارف ايه اللي بيحصل لحد ما بتيجي الشرطة، واللي بدورها اول ما بتوصل بتسأله عن تحقيق الشخصية بتاعه. وهنا اول مفاجأة، الشخص اللي قدامهم واللي شكله في العشرينات من عمره مكتوب في تحقيق الشخصية بتاعه ان هو مواليد 1932. لا، والاغرب ان مكتوب في تحقيق الشخصية بتاعه ان روسيا تابعة للاتحاد السوفيتي اللي اتحل 1983، فبالتالي طبعا افتكروه يا اما مزور يا اما مجنون، وخدوه طبعا على اسم الشرطة. وهناك رغم ان سيرجي شكله مش بيكذب، لكن طبعا عمر ما حد هيصدق اللي هو بيقوله، وفضل سيرجي برضه مصمم على كلامه ان هو من مواليد 1932. وهنا بيحولوه على مستشفى الامراض العقليه، فاول ما بيخش بيساله الدكتور انت من مواليد سنه كام، وبيجاوب نفس الاجابه، وبيبتدي يحكي له على تاني مفاجاه في القصه. بيقول له سيرجي ان النهارده يوم 23 ابريل بس سنه 1958، وان هو النهارده برضه كان جايب كاميرا جديده وماشي مع حبيبته وعايز يجربها، وابتدى يصور في شوارع اوكرانيا وتصور كمان هو وحبيبته، لكن هو بيصور عدى جسم او طائر غريب في الجو جاي يصوره فقد الوعي. لكن اول ما صوره طبعا فقد الوعي وفاق في 2006 ومش لاقي حبيبته ولا لاقي بيته ولا لاقي اي حاجه خالص. فالدكتور رغم ان هو مش مصدق كلامه وفاكره مجرد واحد بيخرف طلب منه الكاميرا عشان يتحقق من الكلام اللي هو بيقوله، فاخد الكاميرا واللي كانت قديمه جدا وتوقف تصنيعها اصلا من اكتر من 30 سنه، وحاول يطلع منها الصور، لكن طبعا ما عرفش يطلع الصور لان اصدار الكاميرا كان قديم جدا، فاضطروا يجيبوا خبير عشان يطلع منها الصور، وقدر فعلا انه يطلع منها الصور. وقال لهم صدمه كبيره جدا، قال لهم ان الصور دي متصوره قريب جدا، ده غير ان الفيلم ما يقدرش يقعد اكتر من 20 سنه، اقصى مده يقدر يقعدها الفيلم بتاع الكاميرا هي 20 سنه وبعد كده بيتلف، والكاميرا اصلا كان عليها صور لاوكرانيا بس في الخمسينات، فبالتالي مستحيل يكون سيرجي بيكذب. لكن برضه محدش مصدق ان ممكن حاجه زي دي تحصل، فاضطروا ان هم يحطوا سيرجي في اوضه متراقبه بالكاميرات من كل حته وعليها مراقبه شديده جدا، لكن فجاه بيحصل عطل في الكاميرات لمده ثواني وبيختفي سيرجي تماما من الاوضه بدون اي تفسير. هنا بقى بيحصل ايرور اللي هو محدش فاهم اي حاجه خالص، شخص مره واحده ظهر من الخمسينات واختفى فجاه ومحدش فاهم حاجه خالص. لكن طبعا ساعتها كان الموضوع ابتدى ينتشر، فاضطروا ان هم يدوروا على الموضوع، فلقوا اول مفاجاه وهي ان في بلاغ فعلا متقدم في الخمسينات عن شخص مفقود بنفس مواصفات سيرجي ونفس الاسم، ودي كانت صدمه بالنسبه لهم. اما المفاجاه الثانيه ان هم عرفوا يوصلوا لحبيبه سيرجي اللي كانت معاه في الصور، وكان ساعتها عندها 80 سنه، واول ما سالوها عن سيرجي باكت جدا وحكت لهم تفاصيل اليوم زي ما حكاه سيرجي بالظبط. لا، دي كمان حكت لهم على حكايه الجسم الغريب اللي كان طاير في الجو، وقالت ان اول ما سيرجي صوره هي فقدت الوعي وفاقت ما لقتش سيرجي، فقدمت بلاغ ومحدش عارف يوصل لأي حاجة. فقالوا لها طبعا ان سيرجي ده كان لسه معاهم من شوية بنفس لبسه ونفس كل حاجة. القصة غريبة فعلا وما تتصدقش، وحاسب لك في المصادر كل اللي يثبت ان القصة دي حقيقية. فهل ممكن يكون السفر عبر الزمن حقيقة؟ ولو السفر عبر الزمن حقيقة فاكتب لي في الكومنتات ايه التوقيت اللي تتمنى تروحه سواء في المستقبل او في الماضي. انا احمد حسن حفني واشوفك على خير بإذن الله في حلقة جديدة قريب جدا.